السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ كميه مقالات مهمه جدا نازله بخصوص الحوسبه الكموميه. اول مقاله نازله على موقع كونفرزيشن بتقول لنا ايه بقى؟ ان انت لما تشغل لمبه في اوضه علشان الاوضه تنور، انت هنا بتواجه طاقه ضوئيه بتنتقل عن طريق ايه؟ الفوتونات. الدراسات دي كلها جديده على فكره، نزلت الاسبوع ده. الفوتونات دي هزم كميه صغيره منفصله من الطاقه، ولازم الفوتونات دي تخضع للقوانين الغريبه بتاعت ميكانيكا الكم. على سبيل المثال، طبعا كلنا عارفين ان الفوتون غير قابل للتجزئه، لكن طبقا لميكانيكا الكم الفوتون ده ممكن يكون موجود في مكانين في نفس الوقت. فزي ما الفوتونات بتشكل حزم من الضوء، كمان بتشكل الجسيمات الكمومية الغير قابلة للتجزئة اللي هي اسمها الفونونات. شعاع من الصوت بتنبثق الجسيمات دي من الحركة الجماعية لمليارات الذرات. الفونونات دي اتصممت في الأصل علشان تشرح السعة الحرارية للمواد الصلبة، وأكيد هتلتزم بقواعد ميكانيكا الكم زي الفوتونات كده. بس تقنية توليد وكشف الفونونات الفردية اتأخرت كتير عن التقنية بتاعت الفوتونات، وحاليا بتتطور التكنولوجيا دي عن طريق مجموعتين بحثية، وبيستكشفوا الخصائص الكمومية الأساسية للصوت عن طريق تقسيم الفنونات نصين وتشابكهم. وتكثيف البحث في المجال ده هيسمح للباحثين ان هم يبنوا نوع جديد من الأجهزة الكمومية. علشان بقى نستكشف الخصائص الكمومية للفنونات، بيستخدم الباحثين المغاية الصوتية اللي بتوجه حزم الصوت. التجارب الأخيرة اللي اتنشرت في مجلة ساينس فيها نوع من المغاية اسمها مقسمات الأشعة، ودي بتعكس نص الصوت اللي بيتبعت وبتسمح للنص التاني ان هو يمر. فالباحثين وجهوا موبايل للجهاز اللي بيقسم الحزمة، لقوا ان الفنون انتهى في حالة التراكب، وفي الحالة دي لقوا ان الفنون منعكس ومرسل، وفي الحالة دي مش هتعرف الموبايل في انهي حالة الا في حالة واحدة، لو اتدخلت وغصبت حالته. يعني النتائج بتقول ان الفنونات لها نفس خاصية الفوتونات. هي يعني بقى بتتعمل التجارب مع فنونات الكيوب التات، ودي نفس التقنية اللي بتشتغل بيها اجهزة الكمبيوتر بتاعت الفوتونات. لازم تعرف ان التكنولوجيا الكم بتوعدنا من زمان ان هي تسد الفجوة بين الاجهزة الالكترونية والمشهد الكمي اللي ظهر من فترة قصيرة، لان مع الاسف كان في ركود في المجال ده في خلال العشر والعشرين سنة اللي فاتت. لكن المقال اللي نزلت على فيزيكال ريفيو بتقول ان احنا حققنا خطوة مهمة جدا لما باحثين في جامعة ماريلاند صنعوا كيوب التات فائقة التوصيل تقدر تدوم 10 مرات اطول من الكيوب التات اللي تم تصنيعها قبل كده. اللي بيخلي الكيوب التات مهمة قوي في الحوسبة الكمومية هو ان خصائصها الكمومية بتتشابك بطريقة مفيدة رياضيا علشان تنجز عمل في وقت قصير لخوارزميات معقدة قوي، يعني بتاخد دقائق علشان تحل المشكلة، لكن التكنولوجيا اللي موجودة حاليا بتاخد سنين. بس مع الاسف مش بتتشابك الخصائص المهمة مع الكيوب التات التانية. لكن حاليا الباحثين قاموا ببناء كيوبات قدر ان هو يحتفظ بالمعلومات لمدة 1.5 ملي ثانية. طبعا هيجي واحد يضحك عليا، انا عايز اقولك ان الوقت ده 10 أضعاف الاوقات اللي قبل كده. في اكتر من طريقة لبناء الكيوبات، لكن السائد طريقتين، فلوكسانيوم وده نوع من الكيوبات بيعتمد على عمليات عند تقاطعات مهمة لكن في دايرة فائقة التوصيل. من اهم الفوائد لاستخدام أنظمة التوصيل الفائقة إن هي بتستند لدوائر إلكترونية، وطبعا احنا عندنا الخبرة في ده في العالم كله. ومن أهم الأسباب اللي بتخلي النوع ده من الكيوب التات مناسب بشكل أفضل من ناحية نظرية للأنظمة الكبيرة والحد من الأخطاء. لكن لحد دلوقتي الوقت اللي ممكن تتسجل فيه البيانات أصغر بكتير من إن البيانات دي تبقى مفيدة. التقدم الأخير ده بيعيد تشغيل الكيوبت اللي هو فلوكسانيوم مرة تانية مع كيوبت الإرسال، وده نوع من الكيوبت فائق التوصيل، وده اللي بتفضله حاليا شركات زي جوجل مثلا في أجهزة الكمبيوتر الكمومية الخاصة بيها. الباحثين بيقولوا إن حتى في نطاق الملي ثانية بيكون وقت التماسك ده محدود بامتصاص المواد، وممكن يتحسن بشكل أكبر عن طريق تكثيف البحث، يعني شوية مجهود. الباحثين واثقين إن الكيوبت دي اللي هي الفلوكسانيوم هتكون أقوى من كده بكتير من حيث التماسك والاستقرار، وده مهم جدا لان العلماء عايزين يوسعوا نطاق انظمه الحوسبه الكموميه عن طريق مجموعه متنوعه من المقاييس. فلسه في امور كتير لازم يغطوها علشان يجهزوا الكيوبت للاستخدام العملي. طيب تعالوا اكلمكم على الكمبيوتر الكمي اللي موجود في شركه جوجل. لازم تعرف ان الاجهزه الكموميه اللي موجوده حاليا تعتبر اجهزه بدائيه، يعني مش هي الاجهزه الكموميه اللي هتدخل المجال العملي، وده لان العملي بتاعها محتاج ظروف قاسيه ومحدده قوي.
علشان تفضل مستقرة وخالية من الأخطاء. بيحتوي بقى أحدث نظام بيديره شركات جوجل على إيه؟ 70 كيوبت تشغيلي. البت الكلاسيكي أو البت التقليدي اللي موجود في الكمبيوتر العادي بيبقى في حالتين، صفر أو واحد. استخدم الباحثين بقى معيار تركيبي معقد شوية، أخدوا قراءات من عمليات كمومية تم إنشائها عشوائيا، وده بيزود سرعة الإجراءات الحرجة لأقصى حد، وبيقلل من مخاطر الدوشه اللي بره اللي بتدمر العمليات الحسابيه. وقدروا المده اللي بتاخدها اجهزه الكمبيوتر العملاقه لتشغيل نفس الشغل او نفس الكميه. لو ان البرهان بتاعهم بيندرج وبقوه في نظام الحساب الكمي غير التقليدي، بيقول الباحثين ان الكمبيوتر العملاق فرونتير، وده اقوى كمبيوتر في العالم حاليا، بياخد 47 سنه علشان يحطم نفس الارقام. الكمبيوتر الكمي بقى بيعمل ده في ثواني معدوده. مهندسين شركه جوجل سنه 2019 استخدموا 53 كيوبت، وساعتها المهندسين اعلنوا التفوق الكمي. بس التجارب الجديده بتقول لنا حاجات اكتر عن الضوضاء الكموميه اللي هو مبدا عدم اليقين في الكمبيوتر الكمي، والمشهد ده غامض لحد دلوقتي. يعني مثلا ازاي هيأثر على العمليات وهي شغاله، واصلا ممكن ان هو يودينا لمراحل تانية. الشغل في الضوضاء علشان تسجل حالة الكيوبت وتسجلها صح ضرورة قوي في الاجهزة الكمومية، وشفنا العلماء بيحاولوا يعالجوا المشكلة دي باشكال مختلفة. والتجارب الاخيرة حطت قاعدة جديدة في اجهزة الحوسبة الكمومية. هل انت بقى تفتكر ان احنا هنعيش اليوم اللي نشوف فيه الموبايل الكمي؟ لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم.